بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لمصر والدول العربية وجميع العاملين في مجال الطب والفن والمحاماة. هناك دعم لصناعة الطب وصناعة المحاماة وصناعة التجارة. هناك تعاون عن طريق شركتين عظميين، شركة جوجل وشركة مكة سمارت الاستثمارية في مصر، شمس للتدريب. وهناك حاضنة للصناعات تدعم المشاريع الناجحة وأصحاب قصص المشاريع الناجحة في مجال الطب بقيادة الدكتور شادي. بدأت العجلة تدور، وفي سنة 2021 سيكون هناك عمل دؤوب من الدكتور شادي لتحقيق وتثبيت قصة نجاحه، وسيكون دعم لإنشاء شركة متحدة بين مصر وأمريكا. ستكون الشركة $1,000,000 في أمريكا و1,000,000 جنيه في مصر. المجالات متعددة، فهذا عصر إنترنت الأشياء والذي يدخل في جميع الخدمات الطبية والتعليمية. والذي يكون قنوات لجميع القصص الناجحة، فمستهدف ألفين من قصص النجاح. سيتم اختيار 200 منها لانطلاقة المشروع. ليس هناك أي التزامات مالية عدا التسويق والعمل. سيعمل الدكتور شادي 20 أسبوع ليسجل من معارفه لقاءات واتصالات، ليس عبر الإنترنت ولكن اتصالات ميدانية لإنتاج قصص نجاح. كل قصة في منتج 1M30 فلاش. يعني هناك القصص ستكون
30 صفحة في دقيقة من أصل 300 صفحة، والدقيقة المقصود بها صوت قصة النجاح. سيقدم لنا الدكتور شادي أو نقدم عنه 10 منتجات وسيكون له مجال لتسويق 200 منتج نهائي. المنتج النهائي 10% مما يردنا من صوت قصة النجاح، سيردنا من الدكتور شادي 100، وسنختار أفضل 10 وهي بوقائع حقيقية وتحكي صراعه مع النجاح، ومن ابتداء من شهر 3، من أول شهر 3 في هذا العام 1/3 سيبدأ المسيرة لتثبيت قدميه في سوق الطب والأطباء وتقديم نموذج للنجاح والاستمرار والحصول على الراتب الثابت والمسجل في نظام التأمينات الاجتماعية في مصر وفي نظام التأمينات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يكون مواطن مصري وأيضا يعمل في شركة أمريكية وراتبه يكون 4000 ابتداء دولار أو دخله في الأسبوع 1000 دولار. نتمنى له التوفيق، وبعد 20 أسبوع سيبدأ تسجيل أول منضم لبرنامج 5000 صحة الذي سيفيد المجتمع في مصر والدول العربية وأيضا يفيد في الصناعات الطبية، المنتجات الطبية الطبيعية.